اسراء، كنت شفت لك برضه فيديو بتتكلمي على، بما ان احنا دلوقتي بقينا قاعدين، عارفه بيقولوا يعنينا في وسط راسنا، من مين بيسمعنا، مين شاف الشات بتاعنا، مين دخل جاب الباسورد. قلتي انه في حاجات معينه ممكن تعرفنا انه الموبايل ده حد اخترقه او حد بيتابعنا، عارف ايه اللي بيحصل في الشات والكلام ده، نعرف منين؟ بصي، هو الفيديو ده جه بعد يعني اسئله كتيره جدا. ازاي نعرف ان كل مصر حاسه ان موبايلها مخترق؟ اه مش عارفه يعني المصريين قاعدين مقلقين، مش عارفه ليه يعني. لا، هي اكتر تحسي انه ايه، من واحد وخطيبته مثلا، فتحسي ان هي عايزه تخش على الواتساب تشوف بيعمل ايه، عايزه اشوف. هي دي المحاولات المستمره. أيوة دايما. لا، هو في شويه علامات كده دايما الخبراء بتوع الامن بيقول لك لو انت العلامات دي لاحظتها على الموبايل بتاعك ابدا اقلق كده. يعني ابدا احس ان في حاجه غريبه، ممكن مش 100% انك مخترق، بس موبايلك ممكن يكون عليه فيروس او يكون عليه برنامج خبيث بيجمع عنك معلومات او اي حاجه. اللي هم ايه بقى؟ ايه بقى الحاجات دي؟ انك تلاقي تطبيق غريب انت ما حملتوش ولا شفته ولا اي حاجه، لقيته فجاه على الموبايل بتاعك. ده ممكن يكون تطبيق خبيث اتحمل على الموبايل بتاعك لما انت دوست مثلا على لينك شاهد قبل الحذف واللينكات المثيره للجدل دي، فانت دخلت على اللينك خبيث حمل لك على الموبايل من غير ما تعرف ابلكيشن مضروب ممكن يكون بيتجسس عليه. فلو لقيت ابلكيشن غريب على الموبايل بتاعك شيل. انت بنفسك ما حملتوش، اقلق منه وشيله على طول. لو الموبايل بيسخن بشكل غير طبيعي، يعني فجاه لقيت الموبايل بيسخن جدا، لو البطاريه بتفضى بسرعه جدا في وقت كبير، لو لقيت ان في موبايلك كده بيتصرف بشكل غير طبيعي، يعني بيقفل لوحده، بيفتح لوحده، بيعمل اكشنز مش طبيعيه على الموبايل. الله، كنا فاكرين بدا يظهر لك اعلانات بوب اب ساعات كده اللي هي بتظهر فجاه كده، اللي هي بتجي لك لما يكون محمل ابلكيشن العاب ولا حاجه وبدات تظهر لك بشكل كبير جدا، برضو الاعلانات ديت مش امان قوي. فلو الحاجات دي كلها بتحصل على موبايلك، لا ابدا اقلق بقى. نحس ان في مشكله، نحس ان في مشكله، في حاجه غلط على الموبايل، نمسح كل حاجه على الموبايل ونبدا من جديد.